يعني دي طبعا ده طبعا ده الكلام اللي انا عايز اقوله فيما يخص اتحاد الكرة وفيما يخص قرارات اتحاد الكرة النهاردة. طبعا حضراتكم عارفين ان الاهلي اتغلب من سموحة 3-2 والنهاردة بيراميدز كسب امبي 1-0 والدوري المصري ولع بنتيجة ماتش النهاردة وبحالة الزمالك في المباراة الأخيرة. الدوري المصري ولع بالنتائج اللي حضراتكم شايفينها. بيراميدز بيستفيق مرة تانية بعد تصحيح تاكس لأخطائه في الفترة الماضية خاصة فيما يخص التشكيل. وسموحة كان ممكن النهاردة بجد مش بهزر سموحة كان ممكن يكسب الأهلي على الأقل 5-2 ده أقل حاجة 5-2 ولكن الماتش انتهى بفوز سموحة. هارد لك لجمهور الأهلي ومبروك لسموحة ومبروك لعبد الحميد بسيوني اللي عمل ماتش كبير ومش أول مرة قدام النادي الأهلي. عشان نتكلم عن ماتشات النهاردة بالتفصيل هيكون معايا ضيوفي اللي هنفصص لكم كده ماتش الأهلي وسموحة كان ماشي ازاي وازاي بسيوني عمل ماتش كبير على الاهلي. بعد الفاصل هيكون معايا جده واحمد مجدي.